السلام عليكم ومرحبا بكم معايا فيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله يلقاكم كاملين في اتم الصحه والعافيه يا ربي. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا هاد المسمنات بالتفاح اللي كيجيو مرقين وهشاشين ولذاذ. كنتمنى انهم يعجبوكم. ندوزو نشوفوا الطريقه ديال التحضير. عندي هنايا 500 غرام ديال الدقيق، وعندي جوج معالق كبار ديال الزيت، ومعلقه كبيره ديال السكر، ونص معلقه ديال الملحه اللي دايراها انا مع الدقيق، وعندي الماء اللي غادي نجمعوا به الدقيق كامل، يعني تقريبا غادي يهز لينا جوج كيسان الا ربع. صافي كنحاولوا ندخلوا ديك الملحه والزيت والسكر وغادي نجمعوهم. الا كنا بغينا نخليو المسمن واحد شويه، غادي نخليو العجينه شويه قاصحه باش ترخف على خاطرها، وإلا كنتو غادي توجدوهم هذيك الساعه نرخفوا شويه العجينه كيف ما درت ليها انايا، حتى انا حضرتهم في نفس الوقيته. صافي غادي نجمعوا الخليط مزيان وغادي ندلكوه حتى نحصلوا على هذه العجينه هذه. كيف ما كتشوفوا كتكون شويه مرخوفه، يعني ماشي بزاف. صافي هنايا غطيتها ومن بعد ما ارتاحت ليا عاود قطعتها، كل كره نقطعها على جوج. ومن بعد غادي نبدا دابا نورقها، غادي نطلقها بالزيت هو الاول، نحاول نطلقوها مزيان مزيان. كيف ما كتشوفوا العجينه يعني مرتاحه وكتطلق معنا بسهوله. صافي نطلقوها مزيان، اللي بغي يخلي الكره كبيره في من الاول يخليها. انايا درت وحده في قلب وحده باش كيجي المسمن مورق. صافي من بعد غادي ندير الزبده ديال التوريق، ديرها معاها واحد راس المعلقه ديال الخميره ديال الحلوه، وكنرش بالنعشة. صافي غادي نطوي الطيه العاديه اللي كنديرو في المسمن. يعني فيما كنطوب كنديروا شويه الزبده وكنديروا نرشوا شويه ديال النشا، كيف ما كنعرفوا بان النشا كدير ما بين الطبقات ما بين العجينه والعجينه. صافي كنعاود ثاني كنعاودوا نحلوا واحده اخرى ثانيه. كيف ما كتشوفوا بان العجينه ما مرتاحاش عندي كاع بالمره وكتطلق بسهوله، يعني ما بعد كتعذب ما حتى شي حاجه. صافي عاوتاني كنديروا الزبده ديال التوريق معاها شويه ديال الخميره وكنرشوا بالنشا، وغادي نحط هذيك المسمنه الاولى في قلب الثانيه وغادي نطوي. صافي وغادي نحطها وغادي نبقاو غادي بنفس الطريقه حتى نكملوا المسمن كامل اللي عندي. هاد المسمنات هادو خرجوا لي تقريبا 30 حبه. Thank you.
صافي. من بعد كنوجدوا الكريم باتيسير اللي كنحتاجوا ليه حبه ديال البيض، عندي الفاني كناخذوا باش كنكهو به، 3 المعالق كبار ديال النشا او الكريم باتيسير، درت 4 المعالق كبار ديال السكر، ودرت واحد شويه ديال الحليب وخلطت مزيان، ومن بعد زدت عليهم الحليب كامل ودرته فوق النار حتى بدا كيعقد، ومن بعد زدت عليه معلقه كبيره ديال الزبده وخليته، غطيت ليه الوجه ديالو بالسلوفان وخليته يبرد. وفي نفس الوقت راني دابا كنطلق في المسمن كيف ما كتشوفوا، وغادي نحاول نقطع المسمن على 4، نطلقوا على الجوانب باش ما يجيوش غلاط، ونقطعوها على 4 كيف ما كتشوفوا. صافي، من بعد كنعاودو نقرصوهم، كنعاودو نطلقوهم على الحجم اللي حنا بغينا، وغادي نتنين الجوانب. الا جاتكم هاد العمليه صعيبه في هنا في اللاطه، غادي تهزوها غادي شويه غادي ديفورما كتصيبوها في اللاطه، اما هي اللي هزيتيها وعوجت واحد شويه كتقاديها بيدك ماشي مشكل. صافي، غادي نبقاو غادي بنفس الطريقه حتى نكملوا المسمن كامل. المهم ملي كنهزوها وكنحطوها في اللاطه كنحاولوا نقادوها من الجوانب باش كيجي الشكل ديالها زوين. واخا كتشوفوهم هكا يعني، راه من بعد غادي نبداو نقادوهم بالفرشاط، كنشدوا الفرشاط كنوركو عليهم من جناب باش كنعطيو الزواقه، وفي الاخير كنجمعوا الحاشيات يعني الجوانب بالفرشيطه كتعطي منظر زوين. انتم غادي تشوفوا الطريقه ديالته في الاخر كيفاش غادي تكون. صافي، كنمشي على نفس الطريقه حتى كنكمل المسمن كامل. صافي، ومن بعد خدينا صفار ديال البيضه طربته مع شويه ديال الفاني باش ما تبقاش فيه ديك ريحه الزفوريه، ومن بعد دهنت من الجوانب، وخديت الكريم باتيسير درته من الوسط يعني درته في البلاستيكه يعني ما درتوش في جيب الحلواني اللي عنده يديرو. صافي، وكان نديرو تفاح دوك شرائح بحال هكا، انا قطعتهم وعصرت عليهم العصير ديال الليمون الحامض باش ما كيرجعش كي باش ما كيتاكسدش لينا. صافي، كنبقاو على ديك الطريقه كامله حتى كنكملوها كامله. من بعد كنكون في نفس الوقت الفرن عندي كيسخن يعني نحاولوا نسخنوا الفران مزيان مزيان حيت كيبغيو الفرن يكون سخون باش كيجيو مقرمشين وكيجيو لذيذ. كان ملي كندخلهم للفران كنقصوا عليهم العافيه.
صافي، وكنديروا الفوق والتحت باش كينتفخوا. من بعد ملي كدوز واحد 15 دقيقه كنخليوها تطيب غير من التحت، عاد كنعاودوا نشعلوها لها من الفوق. هنا ملي كملت كندير واحد شويه ديال السكر ثقيل من الفوق باش كيعطي ديك التعسيله، كيجيو زوينين. يعني باش بلا ما نخرجو من الفران، بلا ما كنحتاجو ندهنوهم بالناباج لا حتى شي حاجه. هذا هو الشكل ديالهم من بعد ما خرجتهم من الفرن، وهذا هو الشكل ديال المسمن ديالنا. كنتمنى انه يعجبكم. ما تنساو تشاركوا في القناه وديروا لي لايك. شكرا على المتابعه، والى اللقاء.